الواحدة بعد الظهر بتوقيت القاهرة موعد جولة جديدة لمراسلي القاهرة الإخبارية حول العالم للوقوف على آخر الأحداث وأهم التطورات والمستجدات. أهلا بكم. متابعة دبلوماسية. بالأمس بكت سماء العاصمة الفرنسية باريس ضحايا غزة. حالة من الدمار الواسع طالت مدينة خان يونس. موقف اليونان أصبح أكثر تضامناً مع القضية الفلسطينية. نحن هنا في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، ولكن القطاع الغربي لم يسلم أيضاً من العدوان الإسرائيلي. إسرائيل. كان هنالك دعوات لتوسيع نطاق هذه التظاهرات. هناك انتخابات لأربع مناطق في تركيا. تصد أوكراني شرس وتقدم روسي واضح ودعم سخي من الغرب. حالة من الرعب تسود أجواء العائلة في ظل هجمات المستوطنين المتزايدة عليهم. لكنهم ظلوا يرفضون على الدوام فكرة التهجير وطمس الهوية. من هنا من أونتاريو ننقل لكم الخبر والحكاية والمتابعة والتعليق. أولى ملفات جولة المراسلين من غزة، حيث طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان حي الجلاء في خان يونس بمغادرته فورا استعدادا لعملية عسكرية. وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال تقليص مساحة المنطقة الإنسانية في مواصي خان يونس واعتبار منطقة الجلاء في الشمال منطقة قتال خطرة، مطالبا السكان بالإخلاء إلى ما سماها المنطقة الإنسانية غربي المدينة. على الرغم من الاستهداف المتواصل لكل مناطق قطاع غزة حتى المناطق الإنسانية، يقوم الاحتلال الآن بتقليص تلك المناطق. فإلى أين يذهب أهل غزة بعد هذا التقليص؟ هذه الإجابة ربما نستمع إليها من بشير قبر مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس. بشير أهلا بك، حمدا لله على السلامة بعد 310 أيام عمر العدوان الإسرائيلي حتى الساعة على القطاع. إلى أين يذهب أهل القطاع وهي تقلص مساحات المناطق الإنسانية لديهم؟ تحية لك رعد. هو ذات السؤال الذي يتساءل فيه الفلسطينيون هنا، إلى أين نذهب وإلى أين نتجه في ظل تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتقليص المساحات التي يدعي الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق آمنة، وخصوصا مع إعلان الاحتلال الإسرائيلي بأن منطقة الجلاء وهي منطقة أبراج مدينة حمد الواقعة إلى الغرب الشمال الغربي لمدينة خان يونس على طرف منطقة المواصي بأنها منطقة عسكرية، وطالب من سكان هذه الأبراج بضرورة إخلائها والتوجه نحو المناطق الآمنة التي لم تعد كذلك في ظل تصاعد وتيرة هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. هذه المطالبة بالإخلاء لتلك الأبراج في مدينة حمد زادت من أعداد النازحين، ما يقرب من 100,000 نازح يسكنون في تلك المنطقة اضطروا صباحا للخروج منها والتوجه نحو المناطق الغربية لمدينة خان يونس والمكتظة بالنازحين. ليضاف هذا العدد إلى ما يقرب من 450,000 مواطن اضطروا للنزوح قبل يومين من المنطقة الشرقية لهذه المدينة عندما توغلت الآليات العسكرية الإسرائيلية وبدأت بقصف تلك المناطق. رعد، أتحدث إليك الآن استمع إلى أصوات ذوي انفجارات ناجمة عن قيام المدفعية الإسرائيلية باستهداف المناطق الشرقية لهذه المدينة مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة. قبل هذا الاستهداف أيضا كان هناك استهداف لمجموعة من المواطنين في وسط هذه المدينة غرب شارع صلاح الدين الذي يفصل المنطقة الشرقية عن المنطقة الغربية لمدينة خان يونس، حيث هد هذا الاستهداف الذي
وقع بالقرب من دوار موزة إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة العشرات من المواطنين، كون أن المجموعة التي استهدفت هي تقع ضمن أحد الأسواق الشعبية المحلية في هذه المدينة الذي كان مليئا بالفلسطينيين حينما قصفته الطائرات الحربية الإسرائيلية. أيضا نتحدث عن قصف إسرائيلي طال المنطقة الغربية لمخيم النصيرات. هذا القصف استهدف منزلا يعود إلى عائلة أبو معلى، الأمر الذي أدى إلى استشهاد فلسطينية كانت بداخل منزلها حينما قصفته الطائرات الحربية الإسرائيلية، وأصيب عدد كبير من أفراد الأسرة نقلوا إلى مستشفى العودة في ذات المخيم لتلقي العلاج. بالتالي نتحدث رعد عن توسيع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، توسيع للمناطق العسكرية الإسرائيلية. وهذا ربما السؤال المهم الآن، يعني عملية التوسيع، عفوا بشير يعني وهنا أريد أن أسأل، التوسيع المناطق، يعني قبل أيام وأسابيع تحدثوا عن نهاية العمليات العسكرية في رفح ولم تنتهي هذه العمليات، دخلوا حتى غرب رفح الفلسطينية ودفعوا بالأهالي إلى المواصي، والآن نتحدث عن خان يونس، شرق خان يونس كما تقول الآن وفق العاج الذي سردته الآن، هنالك دو انفجارات في شرق خان يونس. لو تضعنا في الخارطة على الأرض الآن، أين العمليات تتركز العسكرية وأين يتركز القصف الإسرائيلي؟ رعد، القصف الإسرائيلي يتركز الآن وفي هذه اللحظات باتجاه المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس بكل أحيائها، عبسان الكبيرة والصغيرة ومعن والقرارة وزنة وجميعها أحياء تقع إلى الشرق من هذه المحافظة التي يعني تعد أكثر من نصف مساحة هذه المدينة، مدينة خان يونس، بالإضافة إلى المنطقة الغربية التي وسعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الليل وصبيحة هذا اليوم بغرب شارع صلاح الدين بمجموعة من المناطق التي تقع في مركز مدينة خان يونس، بالإضافة إلى إخلاء منطقة الجلاء وهي منطقة أبراج مدينة حمد الواقع في الشمال الغربي لمدينة خان يونس. لم يتبقى في هذه المدينة مناطق لم تؤمر بالإخلاء وبقيت ضمن الإطار التي تسميه قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق آمنة سوى هذه المنطقة التي نتواجد بها في وسط مدينة خان يونس التي تحيط بمستشفى مجمع ناصر الطبي، بالإضافة إلى المنطقة الغربية وهي منطقة المواصي التي تمتد من الناحية الشمالية لمدينة رفح وصولا إلى مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى. نتحدث عن يعني 12 كيلو مترا بالناحية العرض، بالإضافة إلى طول هذه المسافة بنحو كيلو متر واحد، ونحن نقدر مساحة المواصي بأنها نحو 12 كيلو مترا، إلا أنها مكتظة بالنازحين الفلسطينيين التي لم يعد لديها القدرة على استيعاب المزيد من الفلسطينيين الذين يتعرضون إلى هذا العدوان، خصوصا في ظل خروج مدينة رفح عن استيعاب الفلسطينيين بظل هذه العملية العسكرية الإسرائيلية. نعم. المستمرة باتجاه مدينة رفح. بشير جابر مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، من المنطقة الوحيدة التي بقيت آمنة وفق الحديث الإسرائيلي. نسأل الله لكم السلامة ولكل أهلنا هنالك في قطاع غزة، ورفع الله عنكم هذا البلاء. شكرا جزيلا لك بشير على هذه الرسالة من هناك. أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس دعا إلى إخلاء مخيم جنين للاجئين من سكانه، وقالت مصادر محلية فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة كفردان غرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى وقوع اشتباك مسلح خلال اقتحام بلدة السيلة الحارثية غربي المدينة. التعامل مع جنين كالتعامل مع غزة، هذه دعوات المتطرفين في حكومة إسرائيل اليوم، على الرغم من أن الجميع هنالك متطرف في هذه الساعات.
ولا سلامين مرصد القاهرة الإخبارية من رام الله تضعنا في تفاصيل هذا الإعلان. يعني الآن الدعوة بدت واضحة وصريحة، ولا أهلا بك أولا، بدت واضحة وصريحة لعملية إجلاء وطرد الفلسطينيين من مناطق سكناهم. ضعينا في التفاصيل وتداعيات هذا الخبر على الأرض. صحيح رعد، النية التي كانت مبيتة للفلسطينيين في الضفة الغربية بعد قطاع غزة أصبحت واضحة للعيان للاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة للدول العظمى. نتحدث عن أكثر من متطرف وأيضا من الحزب اليميني وبنيامين نتنياهو أيضا الذي يسير على خطى اليمين المتطرف بطرد الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم. كما تحدث إسرائيل كاتس وزير الخارجية الاحتلال، تحدث أنه يجب إخلاء المدنيين وبعد ذلك الإغارة على المقاومين. ونحن نتحدث عن أماكن ضيقة يعيش فيها الفلسطينيون الذين هجروا عام 48 و67 واتخذوا من هذه المناطق أماكن وملاذا لسكناهم بعيدا عن أراضيهم التي احتلت عام 48 و67. هو يريد أن تخلص من المقاومين، أن تخلص من اللاجئين، والبداية ستكون من مخيم جنين للاجئين وبعد ذلك ستمتد أكثر فأكثر لمناطق الضفة الغربية. حقيقة ما يجري في الضفة الغربية سواء من اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم بالاستيلاء على أكثر من 40,000 دولة منذ بداية العام ولغاية هذه اللحظات، الاعتقالات التي باتت واضحة، كل ما هو فلسطيني يتم اعتقاله. أيضا نتحدث عن الذين اتخذوا كرهاء للاحتجاز لقوات الاحتلال، كل ذلك يعني شيئا واحد، هو تهجير الفلسطينيين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية من قطاع غزة. وسيكون الدور آتي على الأقليات في الفلسطينيين الذين هم في فلسطين المحتلة عام 48 أيضا في القدس الشرقية. كل ذلك يعني أنه ستكون السيادة وبسط السيادة على الأراضي الفلسطينية، لربما ستبدأ من كما تحدث من مخيم جنين وبعد ذلك ستقترب إلى مخيم نور شمس ومخيم قول كرم، أي مخيمات شمال الضفة الغربية. وما حدث صباح هذا اليوم في مخيم العين، مخيم العين هو متواجد في قلب مدينة نابلس، حيث كان هناك اقتحام فجر هذا اليوم واعتقال 3 فلسطينيين وإصابة آخر. ونتحدث عن اشتباكات مسلحة ما بين مقاومين وأيضا قوات الاحتلال، هي تريد قوات الاحتلال الدخول على الأماكن الفلسطينية سواء على المخيمات أو حتى على المدن والقرى الفلسطينية، ألا يكون هناك تبادل لإطلاق النار، وفقط تريد اعتقال الفلسطينيين والانسحاب بشكل صامت، ألا يكون هناك أي مظاهر لاندلاع سواء مواجهة بالشبكات المسلحة أو حتى بالحجارة ما بين الفلسطينيين. يعني هذه ما تتفضلين به، ولا حتى الساعة ربما السؤال الأهم، يعني وزير خارجية، يعني من المفترض أنه يتحدث بأكثر دبلوماسية بأكثر حنكة إن صحت التسمية بعيدا عن هذا التطرف، بالتالي هذا يعكس أن هنالك تطرفا يمارس على الأرض الآن في هذه اللحظات. فضعينا في الانتهاكات التي تجرى على الأرض من قبل المستوطنين أو من قبل قوات الاحتلال في هذا اليوم. نعم صحيح رعد، يجب عليه بالتحدث بأكثر دبلوماسية، ولكن هذه ليس كانت لوسائل الإعلام، كانت في الغرف المغلقة ما بين وزير الخارجية الإسرائيلي وأيضا قادة المستوطنات في تلك المناطق وخاصة في شمال الضفة الغربية. وكان عنوان هذه الغرفة المغلقة هو المنع لبعض المستوطنين من الأمر 9 وأيضا لمنظمة شبيبة التلال وغيرها من المنظمات الإرهابية في الضفة الغربية. وبعد ذلك تناول الموضوع الثاني هو مخيم جنين وما يحصل فيه، هذا ما أراد إيصاله وزير الخارجية الإسرائيلي، ولكن في الغرف المغلقة الآن أصبحت ليس الغرفة مغلقة وكل وسائل الإعلام تتحدث بها. نتحدث أيضا عن الهجمات للمستوطنين في الضفة الغربية، حيث كان هناك اعتداءات بالجملة سواء في منطقة ما بين المغير وأبو فلاح وغيرها من مناطق الضفة الغربية بالهجوم على مركبات الفلسطينيين. طيب ولا، أنا أشكرك شكر الجزيل على هذه التفاصيل، وحمى الله جنين ومخيمها وكل الأراضي الفلسطينية من تلك الاعتداءات،
وستبقى بالتأكيد الأرض للفلسطينيين. شكرا جزيلا لك ولا. كشفت تحقيقات داخلية بالأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن انتشار الانتهاكات والإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين في عدد من السجون وليس في سيدي تيمان فقط. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن التحقيقات الأمنية داخل إسرائيل ترجح انتشار الاعتداءات على الأسرى الفلسطينيين أكثر مما وثقته منظمات حقوقية وليس فقط في معسكر سيدي تيمان. دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة تضعنا في صورة الأسير الفلسطيني الآن، كيف يعامل وكيف هو الحال؟ أهلا بك دانا. يعني حتى المنظمات الحقوقية أو كما تسمى الإنسانية الإسرائيلية تتحدث عن انتهاك، فبالتأكيد إذا مدى الانتهاك يعني بدأ واسعا وفاحت رائحته الناتنة إن صحت التسمية. ضعينا في أسباب خروج هذه التقارير في هذا التوقيت، هل هنالك من أسباب وفق القراءة الإسرائيلية للوسائل الإعلام الإسرائيلية أو القراءة الفلسطينية أيضا داخل الأراضي المحتلة؟ نعم دانا. بالفعل راد، لابد من ربط ما يتم تسريبه في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تقارير من منظمات وحقوق إنسان في السياق الزمني لإرسال هذه التسريبات أو البيانات، لا سيما تخوف إسرائيل من المحافل الدولية والمحاكمة في المحافل الدولية، وخاصة أن إسرائيل كشف النقاب عن وجهها الحقيقي في هذه الحرب وفي هذا العدوان على قطاع غزة. اليوم إسرائيل ليست فقط تنتهك القوانين الإسرائيلية بل تنتهك القوانين الدولية، اتفاقية جنيف الرابعة وكل حقوق الإنسان وحقوق الأطفال وفق ما نصت عليه الشرائع الدولية من خلال ظروف الاعتقال السيئة التي ليست هي وليدة اللحظة منذ 7 أكتوبر، ولكن لربما ما حدث في سيدي تيمان وما حدث بعد 7 أكتوبر هو ما كشف الوجه الحقيقي لتعامل ما تسمى إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية مع الأسرى الفلسطينيين. ولربما تزايدت وتعمقت هذه الانتهاكات مع تولي إتمار بن كبير حقيبة وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي، وهو في طبيعة الحال مسؤول عن مصلحة السجون الإسرائيلية وسلك شرطة الاحتلال الإسرائيلية. هذا يعني بأن هذا المتطرف اليميني العنصري ألقى في ظلال تطرفه على الأسرى الفلسطينيين. ومنذ توليه هذه الحقيبة كان هنالك تغييرات على واقع الأسرى الفلسطينيين كشف النقاب عنها من خلال تقارير حتى إسرائيلية، سواء من صحيفة هآرتس المعتدلة أو اليسارية، أو من مؤسسة بيت سيلم الحقوقية أيضا اليسارية، التي كانت قد وثقت قبل 7 أكتوبر العديد من الانتهاكات، لا سيما التغيير في القوانين الدولية التي تنص على إعطاق حقوق الأسير الفلسطيني أو أسرى الحرب. نتحدث عن تخفيف وجبات الطعام المقدمة المعطاة للأسرى الفلسطينيين، عن نوعية وكمية الطعام المعطاة أيضا للأسرى، وهنالك اختلاف بما ينص عليه القانون الدولي فيما يتعلق بوجبات الطعام فيما يقدم في داخل السجون الإسرائيلية. كذلك الحال مسألة النظافة الشخصية، العديد من الأسرى المحررين وشهادات حية لأسرى محررين كانوا يعانون من أمراض جلدية بسبب نقص المنظفات أو الأدوات التي تساعدهم في النظافة الشخصية، عدا عن الاستحمام والذي مسموح فقط من مرة إلى مرتين في الأسبوع ولمدة 2 دقيقة. هذا يعني أهم أبسط الحقوق الإنسانية الآدمية كانت غير موجودة أصلا قبل 7 أكتوبر. بعد 7 أكتوبر عززت إدارة سجون مصلحة الاحتلال اعتداءاتها على الأسرى. واللافت راد حسب هذه التقارير الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية بأن معظم الاعتداءات كانت تتم تحت أعين إتمار بن كبير، وحتى أن هنالك اعتداءات جسدية وجنسية تمت أثناء تفقده لأحد السجون الإسرائيلية. هذا يعني فقط ليس إعطاء الضوء الأخضر من قبل إتمار بن كبير، بل غياب قانون رادع لمحاسبة السجانين الإسرائيليين. ولربما ما حدث في سيدي تيمان واعتداء الجنود الإسرائيليين على أسير غزي سواء اعتداء جسدي أو اعتداء جنسي، وهذا ما كشف من خلال التقارير الطبية، أصبح هناك اهتمام أوسع سواء من النيابة العسكرية، النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية أو الشرطة العسكرية التي ذهبت لاعتقال
10 من المتهمين في الاعتداء الجنسي، وتم منعهم من قبل المتشددين والرافضين لهذه لسياسة العدل، إن كان هنالك عدل. وهذا ما يعكس واقع إسرائيل، هذه الدولة التي تكثم على أنفاس فلسطين الكبرى. شكرا جزيلا لك دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معنا من القدس المحتلة على هذه التفاصيل. أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان إصابة مواطن في إطلاق نار للاحتلال على أطراف بلدة الوزاني جنوبي البلاد. وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت إصابة 4 أشخاص بينهم مسعف في غارتين لجيش الاحتلال استهدفتا بلدة مجدل سلم. الشريط الحدودي الجنوبي اللبناني الملتهب مع الأراضي المحتلة الفلسطينية يضعنا في تفاصيل هذا اليوم. أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من تلك الحدود، كان الله في العون. أحمد أهلا بك، أنت على هذه الحدود منذ أيام ونشاهد ونسمع معك، أنت عيننا هنالك الآن، عين القاهرة الإخبارية، لتضعنا بتفاصيل هذا اليوم. أحمد، كيف هو واقع الجبهة الملتهبة لديك عند الحدود اللبنانية الجنوبية؟ نعم، تحياتي لك في البداية. ربما الأمر الآن في على أرض الواقع في الجنوب اللبناني، هناك تحليق كثيف للبصيرات الإسرائيلية الاستطلاعية في أجواء الجنوب اللبناني وتحديدا في القطاعات الثلاث الشرقي الذي نتواجد فيه الآن، والقطاع الغربي والقطاع الأوسط من الجنوب اللبناني. هذه المسيرات ربما لم تفارق الأجواء اللبنانية على مدار الساعات الماضية، ونسمع صوتها بوضوح في هذه الأثناء تحلق في المناطق القريبة والمتخمة للحدود اللبنانية الجنوبية. هذه المسيرات ربما تقوم بمهام استطلاعية، وربما تحدد بنك أهداف أيضا يستهدفه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما قام حزب الله اللبناني بتنفيذ 5 عمليات من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية منذ صباح اليوم وحتى الآن. ربما تبدو هذه العمليات عمليات تقليدية مثل استهداف موقع المرج بالقذائف المدفعية، أو استهداف قاعدة ميتات العسكرية الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية، أو استهداف موقع المالكية وغيرها من المواقع. ربما أبرز هذه الاستهدافات هو استهداف أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية بمحلقة هجومية، ربما كان هذا هو التطور الوحيد أو الأمر غير التقليدي الوحيد على طول أو في هذه العمليات على طول الحدود الجنوبية اللبنانية. تأتي هذه العمليات دعما لقطاع غزة وردا على الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية الجنوبية، والتي تواصلت اليوم حيث تم استهداف مواطن في بلدة الوزاني هنا في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني عبر إطلاق الأعيرة النارية الرشاشة في إطار عمليات التبشيط التي يجريها جيش الاحتلال، فتم إصابة مواطن. كان هناك قصف مدفعي استهدف بلدة عيت الشعب وقصف. طيب السؤال أحمد لماذا مجدل شمس يعني مجدل سلم عفوا يعني ليومين أو أكثر هنالك نشاط ميداني في هذه المنطقة؟ نحن نستمع طبعا معك الآن إلى صوت الطائرات طبعا، نعم، ليس هذا صوت الطائرات التي نسمعها الآن. نعم 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 هذا صحيح. بالنسبة لهذه المنطقة التي تم استهدافها مجدل سلم، هي تم استهداف سيارة فيها من قبل مسيرة إسرائيلية أطلقت الصاروخ باتجاه السيارة، مما أدى إلى إصابة شخصين، أحدهما إصابته حرجة ولا يزال يتلقى العلاج في المستشفى حتى الآن. وبعد هذه الغارة مباشرة قام طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف نفس الموقع بجديدة، مما أدى إلى إصابة شخص آخر ومسعف، وذلك في اعتداء واضح على هذه السيارة، وربما محاولة من قبل جيش الاحتلال لتصفية من فيها، ولكن حتى الآن لم يعلن عن هوية من كان مستهدف في هذه الغارة. ولكن ربما من المفارقات أن هذه الغارة وقعت بالقرب من فريق عمل إحدى القنوات الزميلة هنا في الجنوب اللبناني، ولكن نجاهم الله من هذه الغارة الإسرائيلية، خصوصا أن الغارات الإسرائيلية استهدفت على مدار الأيام والساعات القليلة الماضية مناطق لم تصل الاعتداءات من قبل، وذلك في إطار توسع واضح من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهداف البلدات اللبنانية الجنوبية. طيب أحمد، أكثر المناطق التي يتم استهدافها وفق متابعاتك للشريط الحدودي، هل هو في المنطقة الشرقية من الحدود الجنوبية للبنان،
أم في المنطقة الوسطى أم الغربية؟ أي المناطق التي يتم التركيز عليها الآن من قبل جيش الاحتلال وبالتالي يتم الرد من قبل حزب الله؟ نعم، ربما القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني هو الأكثر تعرضا للاعتداءات على مدار الساعات القليلة الماضية، بالإضافة أيضا إلى القطاع الشرقي الذي نتواجد فيه الآن، تعرض أيضا إلى العديد من الاعتداءات خلال الساعات القليلة الماضية، وتحديدا بلدة الخيام التي تتعرض بشكل يومي لليوم العاشر على التوالي للاستهدافات الإسرائيلية، سواء بقصف مدفعي أو قصف فسفوري أو أيضا غارات جوية إسرائيلية. أيضا بلدة كفر كلا هنا في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني تتعرض بشكل شبه يومي إلى غارات مستمرة وقصف مدفعي مستمر وقصف فسفوري، بالإضافة أيضا إلى أطراف عدد بلدات مثل عيت الشعب في القطاع الأوسط وبلدة عيترون التي تعرضت أيضا خلال الساعات الماضية إلى قصف متكرر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. أنا شاكر لك وندعو الله لك السلامة حيث تكون، وهذه الجبهة. أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من الحدود اللبنانية الملتهبة، شكرا جزيلا لك. نبقى في لبنان ولكن إلى الداخل اللبناني، كنا عند الحدود والآن إلى الداخل حيث تسود حالة من الهدوء الحذر والترقب العاصمة اللبنانية بيروت. هذا ويشهد رفيق الحريري الدولي المطار طبعا ارتفاعا في نسب المغادرة من بيروت، لترتفع عدد الطائرات المغادرة عن الطائرات القادمة إلى بيروت، وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت عن رفع جاهزية المطار لتسيير الرحلات من وإلى بيروت وضمان انتظام العمل في المطار بشكل طبيعي. إذن الواقع الحذر في بيروت وما يحيطها والمطار يضعنا في تفاصيل هذا الواقع. مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، أهلا بك مصطفى، نسأل الله لكم السلامة أيضا حيثما تكونوا. ضعنا في الواقع الحذر الذي يشهده لبنان وتشهده بيروت حتى الساعة. نعم، يعني هو هدوء حذر وترقب شديد أسبوعان منذ بداية تصاعد الأحداث في الجنوب اللبناني، والترقب الحذر ما زال يسود الموقف هنا في العاصمة اللبنانية بيروت في ظل انعقادات مستمرة لاجتماعات برئاسة حكومة تصريف الأعمال، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي ترأس عديد من الاجتماعات في الفترة الماضية، منها اجتماعات لجنة الطوارئ المحلية التي هي في انعقادات مستمرة، وذلك لتباحث الآليات الموجودة ومواجهة كل السيناريوهات خلال الفترة القادمة، وأيضا التداعيات إذا تطورت الأمور في العمق اللبناني. هذا أيضا بالإضافة إلى متابعة عديد من تسيير حركة المنشآت الهامة والمرافق الحيوية داخل الدولة اللبنانية كمرفأ بيروت ومطار بيروت الدولي، وهذا المطار الذي أصبح الآن يشهد يعني ارتفاع في حركة المغادرة، هذا الارتفاع والذي تغلب على أعداد الوصول إلى العاصمة اللبنانية بيروت بنسب بسيطة، نستطيع أن نقول أن أعداد المسافرين أصبحت تتفوق على أعداد القادمين إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في ظل أيضا تمديد حركة تعليق الطائرات من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت لدى كثير من شركات النقل الجوي التي كانت قد علقت رحلاتها من وإلى بيروت حتى نصف الشهر الحالي. ولكن على أي حال فإن المطار يسعى وعلى قدم وساق لتسيير حركة السفر سواء كانت من الوصول أو المغادرة، مع اكتمال وتواجد تام لكل الموظفين داخل مطار رفيق الحريري. وكنا قد تحدثنا في مرات عديدة مع عدد من الموظفين الذين أكدوا على أن دورهم يعني يغلب عليهم أن يتواجدوا بشكل تام وبشكل كامل، ولا يخافوا من أي شيء في ظل تطور الأحداث وفي ظل أيضا أقاويل تتردد عن استهداف مطار بيروت الدولي في حال تطورت الأمور، ويعني كان هناك اعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة اللبنانية بيروت، ولكنهم أصروا على أن يتواجدوا وأن يقوموا بدورهم على أكمل وجه. لذلك فالمطار يشهد حركة وصول وحركة مغادرة،
وإن كانت هناك بعض التأجيلات خاصة للرحلات المسائية التي تؤجل في كل يوم إلى رحلات نهارية، نعم، مما يعطي نوعا من التكدس في ساعات النهار، وذلك نظرا للإجراءات المتبعة من قبل سلطات المطار. نعم تفضل. نعم مصطفى عبد الفتاح مراسل القناة الإخبارية من بيروت، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل، ونسأل الله لك السلامة ولكادر القاهرة الإخبارية وللأهلي في لبنان في ظل هذه الأجواء المتوترة. شكرا جزيلا لك مصطفى. إذن مشاهدينا متواصلون معكم من القاهرة الإخبارية وجولة المراسلين، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى إلى السودان، حيث تشرع حكومة ولاية القضارف مع الولايات أو مع المنظمات الدولية بالولاية في وضع الترتيبات اللازمة لاستقبال السودانيين العائدين من أثيوبيا وتوفير الخدمات الضرورية لهم من الإيواء والغذاء بمدينة القلبات الحدودية. وشدد والي القضارف خلال لقائه وفد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين بالولايات الشرقية على ضرورة إجراء التدخلات السريعة والمطلوبة من قبل منظمات لاستقبال السودانيين العائدين من دولة إثيوبيا، كما وجه الوالي بضرورة إيجاد معسكرات استقبال للسودانيين العائدين من إثيوبيا. للمزيد من التفاصيل حول الواقع السوداني المؤلم حتى الساعة ينضم إلينا من أم درمان عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك عثمان، ونسأل الله لكم السلامة في ظل هذه هذا الوضع المتردي في السودان، ولكن هذا الخبر ربما يشير إلى تحسن ما أن ولاية القضارف تستقبل العائدين من إثيوبيا. هل الواقع الأمني أضحى أكثر استتبابا في تلك الولايات؟ رعد، ولاية القضارف هي ولاية آمنة، عدد كبير جدا من الذين نزحوا من ولاية سنار من ولاية الجزيرة وأيضا من ولايات أخرى في السودان، أيضا خاصة من العاصمة الخرطوم، لكن قرار اللاجئين في غابات قول الله بإغليم أمهرة قرب أثيوبيا، هم أكثر من 6000 لاجي، لماذا قرروا العودة مشيا على الأقدام إلى مدينة القضارف المجاورة إلى دولة أثيوبيا، خصوصا منطقة القلابات؟ هؤلاء اللاجئين وجدوا أوضاع معقدة جدا، هجمات عنف مورز عليهم وعمليات سلب ونهب أدى إلى مقتل أكثر من 5 أشخاص من هؤلاء اللاجئين السودانيين بقمات قول الله. هذا الإقليم إقليم أمهرة تنشط به عصابات الشرطة، أيضا الإقليم مضطرب من عدة شهور نتيجة للمعارك ما بين الجيش وميليشيا فانو الموجودة في هذه المنطقة. اللاجئين تأثروا كثيرا من هذه الهجمات التي تشن عليهم، وأيضا لم يهتم المجتمع الدولي بهذه المأساة المنسية في غابات أول الله، وأيضا لم تهتم الحكومة الأثيوبية بتقديم عون لهم من الغذاء والكساء والدواء، باتوا يصعدون الى الجبال في ظل ظروف بلغ التعقيد، موسم الامطار اشتد في اقليم أمهرة المجاور للسودان، لذلك قرروا العوده الى السودان حتى يجدوا امن اكثر في ولايه القضارف. من بين هؤلاء اللاجئين السودانيين 2100 طفل سوداني، وايضا ما يقارب 1100 من المرضى، وأيضا 1000 امرأة موجودين، وذلك هو 76 من أصحاب الحاجات الخاصة المعاقين تحديدا. هذه الأوضاع جبرتهم أن يأتوا مشيا على الأقدام إلى إقليم القلابات التابع للدولة السودانية. حكومة القضارف بدأت وشرعت في تهيئة أوضاع مع المنظمات الموجودة في ولاية القضارف، فوالي القضارف التقى بالأمس المفوض السامي للاجئين ومعتمد اللاجئين بترتيبات عودة هؤلاء اللاجئين ليدخلوا إلى إقليم القلابات بالسودان، وتهيئة الظروف لهم من الغذاء والكساء والدواء. نعم. هم معدمون، هم على ملابسهم فقط وليس لهم أي شيء حتى يعينهم في هذه الظروف البالغة
التعقيد. تم الاتفاق على تشييد 3 معسكرات لاستقبال العائدين من دولة أثيوبيا، ولكن رعد دعنا أشير إلى أن نعم. إذا ما أفهم منك يا عثمان حتى الساعة أن الواقع ليس بأن الوضع في تلك الولايات هو أفضل من غيره في السودان، ولكن أن الواقع المرير في إثيوبيا ما دفع لعودة هؤلاء اللاجئين. إذن من نار إلى نار السودان والسودانيون ينتقل. على كل حال شكرا جزيلا لك عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية من أم درمان على هذه التفاصيل، ونسأل الله أن يعود السودان سالما كما كان. شكرا لك. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف تسعى إلى نقل الحرب داخل روسيا التي تشهد توغلا للقوات الأوكرانية في منطقة كورسك. وتوجه زيلينسكي بالشكر إلى القوات في الخطوط الأمامية والوحدات الخاصة التابعة لمخابرات الدفاع على أعمالها في الاتجاه الجنوبي ولجهودها لدفع الحرب للأراضي الروسية، واصفا العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش الأوكراني بالفعالة. التطور اللافت في هذه المعارك والتطور اللافت في هذه العملية العسكرية والحرب في أوكرانيا هو ما يقوم به الجيش الأوكراني الآن بالتوغل في مناطق لم يتوغل فيها سابقا. غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية من كييف يضعنا في تفاصيل هذه العملية. أهلا بك غيث. إذن ضعنا في تفاصيل هذه العملية العسكرية للجيش الأوكراني، أين وصلت وهل هنالك من تحقيق إنجازات على الأرض؟ بعد التحية يا رعد، بالفعل هكذا ما يبدو عليه الوضع الآن في الداخل الروسي وبالتحديد في مقاطعة كورسك، حيث التقدم الأوكراني واضح وبدأت القوات الأوكرانية بشن هجمات استباقية بين قرى مقاطعة كورسك. على ما يبدو وضمن الإشارات التي تصلنا هنا في الداخل الأوكراني بأن القوات الأوكرانية بالفعل تمكنت من السيطرة على ما لا يقل عن 155 كيلومترا، وهذا هو إنجاز بحد ذاته للقوات الأوكرانية التي خسرت الكثير من الأراضي الأوكرانية في شرق أوكرانيا وفي جنوبها. ويأتي الرئيس الأوكراني هنا ويقول بأنه يشكر الوحدات القتالية في الصفوف الأمامية، ويؤكد من خلالها الخبراء في الداخل الأوكراني بأن القوات الأوكرانية بلغت قواما ما لا يقل عن 10,000 مقاتل، والآن القوات الأوكرانية تزج بالعديد من قواتها للدخول إلى منطقة كورسك. إذا منطقة كورسك أصبحت منطقة حرب، أصبحت منطقة شوارع وحرب للشوارع، وهذا الشيء الذي يثبت بأن القوات الأوكرانية تسعى للسيطرة الكاملة على كل هذه المقاطعة. هذه المقاطعة لها أهمية ورمزية عالية لدى الجانب الروسي. اليوم شاهدنا صباحا بأن مفوضية أو رئيسة المفوضية المظاليم في الاتحاد الروسي تشكو من دخول القوات الأوكرانية، وطالبت الاتحاد الأوروبي وأيضا الأمم المتحدة بضرورة وقف هذه العمليات العسكرية. الرئيس الأوكراني يصر بأن قواته سوف تتقدم لكي تتمكن من نقل الحرب إلى الداخل الروسي. اليوم صباحا أيضا شهدت مجموعة من قوات أوكرانية قامت بالسيطرة على مجموعة من القرى المحاذية لمشارف مدينة كورسك. إذن أن القوات الأوكرانية تهاجم بصورة سريعة، تقطع خطوط الإمداد منذ اليوم الأول، قطعت كل الطرق الرئيسية للإمداد الروسي، سيطرت على كل الكاميرات المراقبة التي كان مركزها في مدينة سوتشا بالقرب من الحدود الأوكرانية. أشار البيان من قبل هيئة الأركان العسكرية الأوكرانية بأن مدينة سوتشا تحتوي على مركز القيادة الغربية للقوات المسلحة الروسية، والتي منها كان من المفترض أن تنتقل القوات الروسية إلى الأراضي الأوكرانية وبالتحديد إلى مقاطعة سومي. بعد أن تمكنت من السيطرة على هذا المركز تمكنت من رؤية ومتابعة كل ما يجري في الداخل مقاطعة كورسك. إذن وبعجالة رعد دعني أن أشير لما جاء من هجمات روسية فجر هذا اليوم.
التي استهدفت الأراضي الأوكرانية بصاروخ من نوع إسكندر كوري شمالي كما وصفه الإدارة العسكرية لمنطقة كييف، استهدف مبنى سكني في بلدة بروفاري شرقي ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف. بالإضافة إلى ذلك طيران مسير كان إجمالي الذي تم إسقاطه من قبل الدفاعات الأوكرانية 53 مسيرة من أصل 57 مسيرة روسية، أعلنت منها إدارة كييف عن إسقاط لعشرة مسيرات فوق سماء العاصمة الأوكرانية كييف، أودى إلى ضحاية بين طفلة عمرها 14 عاما مع والدها تم إعلان قتلهم جراء هذا الاستهداف، وإصابة طفل أيضا ومجموعة من السكان في منطقة بروفاري بالتحديد. رعد إليك. نعم أنا أشكرك شكر جزيل غيث مناف مراسل القناة الإخبارية من كييف على هذه التفاصيل الدقيقة للعملية العسكرية الأوكرانية وكذلك الواقع الميداني من قصف على أوكرانيا. شكرا جزيلا لك غيث. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 6 أكتوبر، وذكرت الهيئة أنه تم بشكل مبدئي قبول 17 ملف للمرشحين للانتخابات الرئاسية، لكنها قبلت ثلاثة ملفات بصورة نهائية، وشملت قائمة المترشحين كلا من الرئيس الحالي قيس سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال. وبيّنت الهيئة أنها دعت 7 مرشحين للتدارك حول وضعية تزكياتهم والإخلالات المسجلة خلال اليومين. التحضير للانتخابات الرئاسية في تونس قبول ملفات المرشحين، لماذا هؤلاء الثلاثة دون 17؟ تضعنا في هذه التفاصيل من تونس نسرين رمضاني مراسلة القاهرة الإخبارية. أهلا بك نسرين، تحدثنا يوم أمس حول احتمالية قبول 6 ملفات كما قلت من 17، الآن القبول لـ3 وهنالك 7 في قائمة الانتظار، ضعينا في تفاصيل هذا الإعلان من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس. نعم بالفعل، أعلنت بالأمس الهيئة العليا للانتخابات عن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية وهم 3، زهير المغزاوي، قيس سعيد والعياشي زمال. اليوم تبدأ فترة الطعون أمام المحكمة الإدارية بالنسبة لمن يطعن أو من يعترض على نتائج هذه القائمة الأولية بالنسبة للمترشحين أو ما يسمون حاليا بالمترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية. نشير إلى أن هؤلاء الثلاثة فقط تم قبولهم لأن ملفاتهم مستوفية لكافة الشروط، تستوفي كافة الشروط التي أعلنت عنها الهيئة وتتطلبها عملية الترشح بصفة مبدئية للانتخابات الرئاسية، خاصة من ناحية التزكيات. رئيس الهيئة فاروق بوعسكر تحدث بالأمس عن أسباب رفض 14 ملفا الآخرين، وقال إن ليس هناك سبب رفض يتعلق بقائمة أو بطاقة السوابق العدلية، لأنه في الأيام الماضية كان هناك جدل كبير حول هذا الشرط، وقال مترشحون محتملون أن واجهوا تعطيلات كبيرة من وزارة الداخلية فيما يتعلق بحصولهم على بطاقة السوابق العدلية، ولكن فاروق بوعسكر نفى هذا الأمر وقال أن السبب الرئيسي لرفض هذه الترشحات هو يتعلق بالتزكيات، فبعض الملفات كانت منقوصة من التزكيات أو لا تتوفر أصلا عن تزكيات شعبية، والبعض الآخر بها بيانات غير دقيقة لمزكين أو ربما المزكين لا يتمتعون بصفة الناخب وهو شرط أساسي لتكون هذه التزكيات صحيحة. نشير إلى أن الرئيس قيس سعيد وهو مترشح حاليا للانتخابات الرئاسية ويسعى للفوز بولاية رئاسية ثانية أعلنت الهيئة
بالأمس أنه يترشح وهو موجود في القائمة الأولية بأكثر من 248 تزكية صحيحة، وأن تزكية صحيحة نتحدث هنا عن تزكيات شعبية للرئيس قيس سعيد، فيما زهير المغزاوي قبلت الهيئة 11 تزكية نيابية صحيحة، وبالنسبة للزمالي العياش الزمالي فقد قبلت الهيئة حوالي أو أكثر من 10,000 تزكية شعبية صحيحة. نشير إلى أن العياشي زمال هو عضو برلمان سابق، وهو يعني رئيس حركة عازمون التي تأسست في العام 2022، وكان في السابق قياديا في نداء تونس، ثم عندما تصدع نداء تونس ذهب وانضم إلى حركة تحيا تونس التي أسسها رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد. وزهير المغزاوي هو أيضا وجه سياسي معروف في تونس، وهو رئيس حركة تيار الشعبي وأمينها العام، وكان عضوا في البرلمان السابق، كلاهما مساندين لمسار الإصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس قيس سعيد منذ العام 2021، وتسمى معروفة إعلاميا وسياسيا بمسار 25 من يوليو. كلاهما متحزبين، والرئيس قيس سعيد الوحيد بينهما غير منتمي إلى حزب. نعم، أنا أشكرك بصفة شخصية لهذه التفاصيل التي نعلمها ربما للمرة الأولى عن هذا الواقع الانتخابي لديكم. على كل حال شكرا جزيلا لك نسرين على هذه التفاصيل، وبالتأكيد سنعود إليك إذا ما جد جديد بخصوص السبعة الذين ينتظر النظر في ملفاتهم. نسير رمضاني من تونس، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا انتهت جولة المراسلين في هذه الساعة. لا يسعني إلا أن أشكر مجموعة مراسلين الذين كانوا معنا. كان معنا أحمد سنجاب ومصطفى عبد الفتاح من لبنان، وكذلك ولاء السلامين وبشير قبر من فلسطين غزة والضفة الغربية، أيضا من أم درمان كان معنا عثمان الجندي، غيث مناف كان من غيث، وكذلك دانا وكذا. شكرا جزيلا لكم على كل حال، خالد شقير ونسر رمضاني، حتى نلقاكم تحياتي وتحيات فريق العمل المتألق خلف أبو. إلى اللقاء.